تواجد اللحظة داخل السوق الأسبوعي لعين بني مطهر، وتحديدا بالجناح المخصص لبيع المواشي. السوق يعتبر من أهم وأبرز التجمعات التجارية، صعيد إقليم جرادة والجهة الشرقية، أسابيع وأيام قبل عيد الأضحى. لنتابع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي، إلا جينا نشوفوا على هذا المنظر اللي كتشوفوا هنايا، يعني بالنسبة للكسيبة، الفلاح الآخر الكساب هو اللي كياكل الدق. الكساب هذا الخروف هذا راه طلعوا بواحد الثمن، ودابا في عين بني مطهر سوق كبير ومعروف في المنطقة الشرقية، وراك تشوف الوضع كيفاش راه داير، لا في النواحي تاع الدغمة ولا في النواحي تاع الفرقية. باش من اللي غنتجهوا يعني الضياع والخر الكساب، اما الشناق من مشى البرد كيمشي معاه. هو الحولي اللي كان يسوى ثمان هو اصبح دروك ناس، والفلاح معلف عامين. ان راك عارف هذه عامين كاين الجفاف والدعم ما كانش، معاونه اللي تعاون الكساب ما كايناش، حاجه قليله. والتمر راكو كتشوفوا الاثمنه كي راه دايره. شحال كتروح الاثمنه ديال ما كانش الاثمنه ما كانش تقريبا كتروح ما كتعداش ال 200. يعني الثمن طايح. طايح الثمن. ولكن العام اللي فات كانت كورونا وكان الحوايج ناقصه، وكان هذاك الشيء اللي كنا سمعنا. العام فات بان ما كاين، كانت المدينه يعني الحوايج مبلعه، وكانت الحوايج يعني ما محركاش. والفلاح درك راه ماشي غير الضايع، راه الكساب ماشي غير الضايع، راه ما عنده والو في هذا الشيء هذا. راه هذا الخروف هذا من النهار اللي كيتزاد هو كياكل، وراه زايد غير في الماكله. راه يروحوا عندك، تروح عندك 20 ضيف وما يروحوش عندك 10 الخرفان بحال هذو. تبارك الله عليك. الله يعطيكم الخير. كيفاش كتشوفوا يعني الطبيعه ديال البيع والشراء هذا العام بالنسبه للمقارنه العام اللي فات اللي كانت فيه الجائحه ديال كورونا؟ واش كان شي تغيير شي شويه هذا العام في البيع والشراء ولا لا؟ لا، الحولي فيه تغيير شويه، زايد شويه، واني المير كاتله الزرع الشمندر النخاله كلشي يعني كل الاعلاف زايده. يعني الاعلاف طالعه النص في النص. وما كاين شي دعم هذا العام لكم؟ ما كاين شي دعم عيان، وعطاوه لنا مغير، ماهوش الدعم اللي كان يجي. عطاونا شي دعم، مشاو الناس اللي حسدوا ولا حقوا تبنوا هذاك الشيء وبقاو يدفعوا للكسابه هنا، واحد الدعم عيان وما كاينش وما زايش، ما كافيش والدعم ناقص. الدعم ما كاينش، عاود اللي عنده شي 4 دور يمشي يخلص، هيبطوا عليه شهرين ثلاثه باش تجي هذيك الشكوره وتجيه مغيره. ماشي والحولي الثمن ديالو بشحالو يعني؟ الحولي يا خويا، ما الحولي كلها على زين. الحولي الزين فيه الثمن 280 260 200 ناقص حتى 200، ثاني ذاك الضعيف 180 160 كاين. يعني الغلا كاين في الدغمه ديال راس بنيكيل؟ لا، الدغمه الغلا كاين في البيضه. ياك. لا، الثمن في البيضه، ومنها الدغمه ما كاينش حتى 5%. يعني ناقصه على الدغمه ناقصه في الثمن وناقصه ما كايناش. يعني السلاله ديالها ناقصه بالنسبه للبيضه؟ واه، البيضه هي اللي فيها الثمن. السلاله. مول الدغمه حنا بعدا كاع ما بقاش عندنا داير فايت. شي وحدين عطاوهم هاد التعاونيات الدغمه، شي دراري لينا هاد العام كاع ما بقالهمش، حسبوا لهم الدغمه ب 150,000، قال لك فيها التفويت اليوم راهم يبيعوها ب 40,000 30,000 الرام. يعني المشاكل باقيه والدعم ناقص. كلها المشاكل باقيه كي كانت. والكساب باقي كيعاني. والكساب، قول الكساب مشى دار ضحيه، قليل ما يبقى. بقات عام ولا جوج ما يلقى، ما غاديش يبقى الكساب كاع، ما يبقاش يدور. واش كطالبوا من الجهات المعنيه والوزاره؟ راه كان شي عانى للكساب، وإلا ما كانش الكساب الله يرحمه الله عليه. واش تنقول لكم على حساب البيع والشراء شويه؟ القضيه عيانه. المال كيطلقوا شي اشاعات كيقول لك زعما المال راه موجود كذا، العياده مازال ما شراوش. المال يعني الغنم. واه، العياده الفرديه مازال ما شراوش، والمال كاين. الثمن باخس، ماشي الثمن هو هذاك. الفلاح مساكين كاينين الدق. كسابه كاينين الدق. واه، ايوا، واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كيقولوا بالله ان هذا العام شويه الحوايج ترعفت بالنسبه للمقارنه بالعام اللي فات اللي كانت فيه كورونا. يعني هذا العام شويه راه مزيانه الحوايج. لا لا، بالنسبه لي انا ماشي حاجه كبيره، ما كاينش واحد الفرق اللي هو تغيير. لا، ما كاينش تغيير، هو هذاك. ولا الفراده مازال ما شراوش، والمال ما يعني المواطن مازال ما جاوش يشري عيدو، مازال ما دخلوش، والمال مازال ما خرجش على برا. يعني ما كاينش واحد الطلب اللي هو
فلاحة مساكين هما اللي كان يندق. الكساب يعني؟ واه الكساب هو اللي كان يدق. العلف كي داير هذا العام عندكم؟ العلف بزاف. واش الشكاره ديال 80 كيلو ب 25000؟ وما يعني ما كانش شي دعم؟ ما كانش لا كاين شي دعم ولاني قليل داك الدعم بالنسبه قليل بزاف بزاف جدا كاع. ما كافيش نهضروا الصراحه داك الدعم ما كافيش. ونتمنوا من الله يسهل الامور. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك. تفضل.